شيت 4 ونحل اول اسئله من شيت 4. هنقسمه على 2 بارتس او 3 على حسب الوقت بتاع الفيديو عشان ما يبقاش طويل. وبعد كده ان شاء الله هنزل لكم اسئله على شيت 4 هتسلموه بعد ما ينزل باسبوع. شيت 4 ده هيبقى مغطي ليكتشر 9 اللي هي فيها الدبل انتجرال. فاحنا نقدر نسمع المحاضره قبل ما نشوف الحل بتاع الشيت عشان نبقى فاهمين هو اللي بيحصل في الحل. تمام. فاحنا عندنا اول سؤال بيقول ايه evaluate each of the following iterated integrals. عايزنا نحل الانتجريشن ده، بس الانتجريشن ده دبل انتجرال، عندنا انتجرال على الاكس وعندنا انتجرال على الواي عشان احنا بنحل فانكشن في تو فاريبلز الاكس والواي. تمام. فاحنا عندنا الانتجريشن دي واي بيبقى الحدود بتاعت الواي ايه من 0 3، والدي اكس حدود الانتجريشن من سالب 2 ل1. تمام. فبما ان احنا عندنا الحدود بتاعت الاكس والواي هما كونستانت ارقام مش فانكشن في الثانيه، يعني مثلا خلينا نشوفها هنا. مش عندنا مثلا، مش بيقول ان الاف اوف اكس سوري ان الاكس مثلا بتيكوال اف واي. لا، هو مدينا الاكس لها رقم والواي لها رقم، فده معناه ان احنا مش هيفرق عندنا احنا هنعمل الانتجريشن بتاع مين الاول، هنعمل الدي واي الاول او الدي اكس الاول، مش هتفرق معانا، الاثنين هيدونا نفس الحل. تمام. فاحنا هنا هنشتغل زي ما هو كتبها لنا، مثلا دي واي دي اكس، فبنعمل انتجريشن بالنسبه للواي مع ثبوت الاكس، الاكس تبقى كونستانت كانها رقم عادي. فاحنا يبقى عندنا ايه الاكس تربيع لما نعمل لها انتجريشن بالنسبه للواي، يعني الاكس ثابته الاكس تربيع زي ما هي وهنضيف لها واي اس 1 بلس 2 اكس زي ما هي، والواي هتبقى ايه واي تربيع اوفر 2، الاثنين دي تروح مع دي. حلو. يبقى عندنا الدي اكس زي ما هي عشان احنا عملنا بالنسبه للدي واي، والانتجريشن بتاع الدي اكس الحدود بتاعتها زي ما هي، وعندنا دي سوري دول من 0 3 اللي هي الحدود بتاعت الواي. تمام. فنيجي نعوض عن الواي بقى بالزيرو وثري، يبقى ايكوال الانتجريشن زي ما هو من سالب 2 لواحد، الاكس تربيع زي ما هي، نعوض عن الواي بتلاتة تبقى ايه 3 اكس تربيع بلس، نعوض عن الواي هنا برضو بتلاتة، الواي هنا تربيع ما ننساش، يبقى ايه هتبقى 9 اكس، ما نعوض عن الواي بزيرو يبقى ايه بزيرو. تمام. دي اكس نعمل انتجريشن بالنسبه لمين للاكس، اما نعمل انتجريشن بالنسبه للاكس احنا كده كده ما عندناش واي، يبقى احنا نقدر نعمل الانتجريشن بسهوله. فيبقى عندنا ايه 3 اكس تربيع هتبقى كام، 3 زي ما هي اكس بس 3 على 3، 3 دي تروح مع دي، يبقى عن بلس 9 اكس تربيع على الاثنين. تمام. احنا بنزود على الاس 1 ونقسم من الاس الجديد. عندنا الحدود بتاعتنا منين؟ من سالب 2 لواحد. نقدر نعوض عن الاكس بسالب 2 بواحد الاول وبعد كده نعوض عنها بسالب 2 ونطرحهم من بعض. تمام. مفيش مشكله. ناخد بالنا احنا، انا هحاول اغطي كل المسائل بتاعت الشيت، بس مش هخش قوي في التفاصيل بتاعت الانتجريشن وكده علشان بس اقول لكم ايه اهم حاجه الافكار بتاعت المسائل. تمام. لو جينا بقى للمساله دي على العكس بقى، المساله دي العكس عن المساله دي، دي كان فيها قلنا الحدود بتاعتنا كونستانت، انما هنا الحدود بتاعتنا مش كونستانت،
الحدود بتاعتنا فيها ان الواي كفانكشن في الاكس، تمام؟ يعني الواي بتساوي اف اوف اكس. قلنا ليه ان الواي بتساوي اف اوف اكس؟ عشان دي واي دي، وهنا الايه الانتجريشن اللي جوه ده 2 اكس، من 2 اكس لاكس تربيع، يبقى الواي فانكشن في الاكس. فنبقى ايه، لازم نبدا بالواي بالاشتقاق بتاع الواي، الانتجرال بتاع الواي، وبعد كده نعمل بالنسبه للدي اكس، تمام؟ ما فيهاش مشكله. نرجع تاني للشيت، هنلاقي بعد كده عندنا مثلا، احنا قلنا السؤال الاول والتاني ده، عندنا السؤال التالت هو برضو نفس الفكرة، بس هنا عندنا الانتجريشن الاكس هي فانكشن في الواي، فاحنا لازم نعمل دي اكس وبعد كده دي واي، وهنا الدي واي هي فانكشن في الاكس، فاحنا لازم نعمل الدي واي وبعد كده الدي اكس، تمام؟ ونعوض، نعمل الانتجريشن ونعوض عادي. بعد كده تاني سؤال بيقول لنا evaluate each of the following double integrals over the region D، اللي هو الدومين بتاعنا. فهو مدينا الانتجرال ده، الدبل انتجرال ده بيقول لك y plus 2x dA. طب مين هي dA دي؟ dA dA equal dx multiplied by d y، تمام؟ وممكن تكون دي واي multiplied by d x. حلو. يبقى احنا عندنا امتى بنقول دي وامتى بنقول دي؟ على حسب، لو هي الدي اكس هي اللي فانكشن في الواي فاحنا بنبدا بالدي اكس، لو الدي واي فانكشن في الاكس فاحنا بنبدا بمين؟ بالدي واي، تمام؟ نرجع تاني للمسألة بتاعتنا، بيقول لك ان هو عايز الانتجريشن ده او الدبل انتجرال ده، ومدينا الحدود بتاعتنا او الدومين بتاعنا هو ريكتانجلر، الريكتانجل اللي هو مستطيل، الفرتيسيز بتاعته والارقام دي، فاحنا لما نيجي نرسمه هيبقى عندنا ايه، من سالب واحد، عندنا نقطة سالب واحد وواحد، والنقطة اتنين وسالب واحد، والنقطة اتنين واربعة، والنقطة سالب واحد واربعة، ووصلناهم بقى مستطيل، تمام؟ نجيب بقى، عايزين نجيب الحدود بتاعه الاكس عشان نكتبها هنا في الانتجريشن، والحدود بتاعه الواي. طيب الحدود بتاعه الاكس، عندنا الاكس متعرفه منين لفين؟ من سالب واحد لاتنين. طب والواي من سالب واحد لكام؟ لاربعة. يبقى عندنا الحدود بتاعه الاكس ما بين سالب واحد واتنين، والحدود بتاعه الواي من سالب واحد لاربعة. طيب احنا عندنا هنا الاكس والواي كونستانت، متعرفين في ريجن كونستانت، مش فانكشن في التاني، مش اكس مثلا فانكشن في الواي ولا العكس، يبقى كده مش هيفرق معانا نعمل دي واي الاول ولا دي اكس الاول، تمام؟ فاحنا ايه، هنشتغلها دي واي دي اكس ونحلها، مفيش مشكله. تاني سؤال بيقول ان احنا عايزين الدبل انتجرال بتاع اكس واي سكوير دي اي، ومدينا ايه الحدود بتاعتنا او الدومين بتاعنا تريانجل، الفرتيسيز بتاعته دي، فاحنا نرسم التريانجل. التريانجل عندنا قلنا ايه، 0 0 و 3 و 0 و 3 و 2، ووصلناهم ببعض، فبقى عندنا مين حدود الاكس؟ مين من 0 ل 3، واضحه. طب حدود الواي من واي، الواي من ايه؟ من اول هنا وهنا، صح؟ يبقى الحدود من 0، احنا بناخد، نخلي بالنا احنا بناخد الحدود بتاعه الاكس from left to right، وبتاعه الواي من اللور للابر، تمام؟ فيبقى عندنا الواي بتساوي من 0 لكام؟ 2 على 3 اكس. 2 على 3 اكس دي جت منين؟ احنا عندنا الرسمه كده، تمام؟ عندنا دي ب 3 ودي ب 2، حلو. طب احنا لو عايزين نجيب الميل بتاع الخط ده هيبقى ايه؟ الام او السلوب بتاعه هيبقى ايه؟ 2 على 3، صح؟ طب الميل اصلا القانون بتاعه بيساوي ايه؟ واي ماينس واي نوت على اكس
ماينس اكس نود. طيب الواي نود والاكس نود عندنا مين؟ بزيرو، اللي هنا بتساوي 2 على 3. الواي نود والاكس نود بزيرو، فيبقى عندنا واي اوفر اكس ايكوال 2 على 3. يبقى الواي بتساوي ايه؟ الواي بتساوي ايه؟ 2 على 3 اكس. تمام. طيب نرجع تاني، يبقى الواي بتساوي 2 على 3 اكس. يبقى احنا كده عندنا مين اللي كونستانت ومين اللي مش كونستانت؟ عندنا الاكس كونستانت من 0 ل 3، والواي هي اللي فانكشن في الاكس. تمام. يبقى احنا كده لازم نبدا دي واي وبعدين ايه دي اكس. حلو. بعد كده عندنا التالت مسألة، بيقول ان احنا عايزين الدبل انتجرال لإكس كيوب بلس 4y دي اي، وعندنا الريجون بتاعنا باوندد باي 2 كيرفز. تمام. اول حاجة الواي بتساوي اكس سكوير، وبعد كده الواي بتساوي 2x. نيجي نرسمها. الواي بتساوي، لا نرسمها كده، الواي بتساوي ايه؟ اكس سكوير، عارفين احنا البارابولا بتاعت الاكس سكوير. تمام. والواي بتساوي 2x، دي هنقول ان هي ايه؟ واي بتساوي اكس سكوير. تمام. نيجي نرسم الواي بتساوي 2x، هتبقى كده كأن الواي بتساوي اكس. تمام. احنا قلنا ال 2 دي سكيلر مش هتفرق معانا في الرسم، فيبقى عندنا هما ايه بعد كده المفروض ان هما يتقطعوا في حته كده، ونقول دي مثلا، فيبقى عندنا الريجن بتاعنا ايه او الدومين بتاعنا هي الحته دي. تمام. فاحنا دي واي ايكوال 2 اكس. حلو. يبقى احنا عندنا، ودي ممكن نعتبرها مش موجوده لان هي مش تبع الدومين بتاعنا، زي ما احنا عندنا في الرسمه دي. هنا هتلاقيه رسم لك ايه النص بالرسمه بس، اللي هو الجزء اللي احنا مهتمين بيه. طب احنا عندنا كده الدومين بتاع الاكس منين، او الرينج بتاع الاكس منين؟ من 0 ل 2 صح. ما دي ب 2، عرفنا ان دي ب 2 ازاي؟ هنساوي المعادلات ببعض، اكس سكوير equal 2x نقسم على x على x، هتبقى بكام؟ x بتساوي 2. يبقى النقطة دي ال x ب 2، لو عوضنا هتبقى ال y بكام؟ ب 4. حلو. فاحنا ايه عندنا الاكس من 0 ل 2، والواي الواي بقى هي ايه؟ احنا قلنا الاكس من الليفت للرايت، والواي من اللور للابر. اللور اللي هو كام؟ الواي بتساوي اكس تربيع بين الكيرفز. بقى الواي هي ايه؟ بتوين تو كيرفز، الكيرف ده والكيرف ده. تمام. فيبقى عندنا الواي بتساوي من اكس تربيع لايه؟ ل 2x. يبقى كده الواي هي اللي ايه؟ فانكشن في الاكس. يبقى احنا لازم نبدا بدي واي دي اكس. تمام. رابع سؤال، عايزين الاكس بلس واي دي اي، ومدينا الواي بين تو كيرفز برضو، الاكس تربيع وايه والجذر الاكس. حلو. يبقى احنا عندنا رسمة الاكس تربيع احنا لسه عاملينها، اللي هي كانت كده المفروض اللي هي رسمة البارابولا، وعندنا الجذر الاكس احنا عارفينها برضو اللي هي ايه كده، فبقوا الاتنين بيتقطعوا في النقطة دي مثلا. طيب احنا كده عندنا مين؟ عندنا برضو عايزين نجيب الحدود بتاعة الاكس والحدود بتاعة الواي.
الحدود بتاعت الاكس اللي هي مين؟ من 0 لواحد. الواحد جبناه ازاي؟ سوينا المعادلتين ببعض زي ما عملنا المرة اللي فاتت. حلو. طب والواي الحدود بتاعتها من اللور كيرف للابر كيرف اللي هي من اكس تربيع لجذر الاكس، يبقى احنا كده هنبدأ بالدي واي عشان الواي هي اللي مش كونستانت. حلو. عندنا السؤال ده بيقول لك ان الاكس بلس 1 دي اي واي سوري بلس 1 دي اي، عايزين الدبل انتجرال بتاعها، والواي ما بين الساين اكس، والواي الواي بتساوي ساين اكس ككيرف، والواي بتساوي كوساين اكس، والاكس عندنا الانترفال بتاعها من 0 لباي على 4. يبقى هو كده سهل عليا واداني الانترفال بتاع الاكس، فانا كده ايه مش محتاجه احسبه، انا بس عايز اعرف الانترفال بتاع الايه الواي. فاحنا هنرسم الساين والكوزاين. لما نرسم الساين هي المفروض بتبقى ايه؟ خلينا نرسم في الحته دي. رسمة الساين بتبقى كده، بتبقى كده طالعة ونازلة طالعة ونازلة. فهو بيقولك عند 45، فاحنا نفترض ان احنا 45 هي الحتة دي. طب رسمة الكوزاين، رسمة الكوزاين بقى بتبقى بادئة من فوق، تمام؟ فهم ايه بينزلوا يتقطعوا في حتة، فهي ايه هي نفس الرسمة دي، ان دي الساين ودي الايه الكوزاين. فعندنا الواي بتساوي ساين اكس، وعندنا الواي بتساوي كوزاين اكس. يبقى from lower to upper، يبقى ايه عندنا الحدود بتاعتنا من ساين اكس لكوزاين اكس، فيبقى لازم نبدأ بالدي واي دي اكس عشان الواي هي الفانكشن في الاكس. حلو. نيجي بعد كده عندنا الايه، عندنا الدبل انتجرال ده اي اس اكس على الواي دي اي، وبيقول لك ان هي باوندد باي تو لاينز، الواي بتساوي 2 اكس والواي بتساوي سالب اكس، وعندنا ايه الواي كمان بتساوي 4، يعني عندنا 3 ستريت لاينز. اول واحد اللي هو بيقول ايه الواي بتساوي 2 اكس، نرسمها ازاي؟ الواي بتساوي 2 اكس اللي هو ايه كان الواي بتساوي اكس رسمة خط مستقيم. طب الواي بتساوي سالب اكس العكس بقى، يبقى هو ده، تمام. طب الواي بتساوي 4، يبقى ايه عند الاربعة وهنعمل الخط ده. فبقى عندنا رسمة المثلث ده. يبقى احنا عندنا الحدود بتاعت الواي منين؟ الحدود بتاعت الواي عندنا معروفة من 4 لـ4، عشان احنا عندنا ايه سوري من 0 لـ4، عشان احنا عندنا الواي في الرينج ده او في الانترفال ده، فهي من 0 لـ4. طب الاكس بقى، الاكس هي منين؟ من ليفت للرايت. طب انا مش عارفه الليفت بتاعها والرايت بتاعها، بس عندي هي محصوره بين تو كيرفز، فانا اقدر اعمل الانتجريشن على التو كيرفز دول، اللي هي الاكس بتساوي سالب واي، عكسناها بقى، بدل ما هي واي بتساوي سالب اكس بقت اكس بتساوي سالب واي، والتاني بدل ما الواي بتساوي 2 اكس بقت الاكس بتساوي واي على الاثنين. فبقى عندنا مين؟ الاكس هي اللي مش كونستانت، فيبقى عندنا لازم نبدا بالدي اكس على الدي واي، تمام. نيجي بقى بالمساله دي، بيقول لك ان احنا لو عندنا رسم الدايره، او لو عندنا المعادله الدايره الريجن بتاعنا جوه دايره، فاحنا الافضل لنا ان احنا نحول من الكارتيزيان كوردينيت للبولر. البولر اللي هي ايه اللي بتتعامل بالار والسيتا، تمام، بتتعامل بالار والسيتا، فاحنا افضل لنا ان احنا نحول لها عشان ده هيسهل علينا طريقه الحل، اوكي. فيبقى احنا عندنا بيقولك ان الاكس بلس واي دي اي، ومدينا المعادلة الدايرة دي اكس سكوير بلس واي سكوير بتساوي 9، فيبقى نص القطر بتاعها ايه 3، فاحنا نقدر نرسم دايرة نص قطرها 3. الار هي ايه؟ هي المسافة عندي من نقطة الاصل لأي نقطة على الدايرة، تمام. طب والسيتا، السيتا هي بتبقى محصورة ما بين 0 و 2 باي، طالما الدايرة عندنا مرسومة في الفور كوارترز، يبقى احنا عندنا من 0 ل 2 باي، تمام. طيب حلو، يبقى احنا كده احنا كده مش محتاجين نجيب الحدود بتاعه الاكس والواي، احنا كده حولناها لايه لار وثيتا. طب الاكس بقى، عشان نشيل الاكس دي ونحط مكانها حاجه في ار وثيتا، هنكتب ايه؟ الاكس بتساوي ار كوساين ثيتا، والواي بتساوي ار ساين ثيتا، تمام. يبقى احنا ايه
هنروح نكتب بقى المعادلة. نكتب ايه؟ ال r مضروبة في، نكتبها هنا تبقى r integration integration r cosine هي كانت ساين في كوساين اكس بلس واي ار، صح؟ ار كوساين سيتا بلس ار ساين ار ساين سيتا. حلو. طب عندنا الدي اكس دي واي او اللي هي الدي اي، الدي اي عندنا مقابل لها في البولر ار دي، ار دي سيكا، تمام؟ فاحنا عندنا الحدود بتاعتنا منين؟ احنا عندنا الاكس والواي الحدود بتاعتهم كونستانت، فمش هتفرق احنا ممكن نبدا بايه، بس غالبا خلينا نبداها ايه، دي ار دي سيتا زي ما هي بايه، زي ما الدي اي ما ايه ما الدي اي بنقول عليها، هنقول الدي اي هي ار دي دي ار دي سيتا، فخلينا نبدا دي ار دي سيتا. طب الار قلنا ما بين ايه وايه، من 0 ل 3 لحد نصف القطر. طب والسيتا قلنا من 0 ل 2 باي. حلو. فلما نيجي نحل المساله دي ممكن ناخد من هنا ار عامل مشترك، حلو، هيبقى عندي مين، ار كوزين سيتا بلس ساين سيتا مضروبه في ار، فاحنا ممكن كمان نقول ان دي ار تربيع ونشيل مين الار دي. بعد كده نعمل الانتجرال العادي من ساين الاول بالنسبه للار وبعد كده بالنسبه لايه للسيتا، تمام؟ طب احنا عندنا دبل انتجرال اكس سكوير على اكس سكوير بلس واي سكوير دي اي والريجن ما بين تو سيركلز، اكس سكوير بلس واي سكوير بلس ايكوال 1 واكس سكوير بلس واي سكوير ايكوال 9. قلنا خلاص طالما احنا عندنا دايره او دايرتين مش هتفرق، المهم ان احنا عندنا حاجه فيها دايره، يبقى احنا ايه الافضل لنا ان احنا نحول للبولر كوردينيتس، تمام؟ طيب نرسم الدايره الاولى اللي هي ايه نصف القطر بتاعها المفروض عندنا بواحد، تمام، والتانية بتلاتة، تمام. بعد كده عندنا ايه، بيقول لنا ان هي الرسمة بتاعتنا في الفيرست كوارتر، يبقى احنا مش محتاجين نكمل بقية الدايرتين، فاحنا نرسم بس في الجزء الاولاني ده. فيبقى عندنا الار ما بين ايه، من واحد لتلاتة عشان هو ده الريجون بتاعنا الحتة دي بس، مش من زيرو بقى. طيب السيتا هي من 0 لباي على 2، احنا ما وصلناش لحد الاخر، احنا بس عندنا لحد ايه باي على 2، يبقى من 0 لباي على 2. والاكس هي ار كوزين سيتا والواي ار ساين سيتا، ونقدر نعوض مكان هنا مكانهم ون ايه ونحلها، تمام. وقلنا الدي الدي اي هنحولها لار دي ار دي سيتا. بعد كده عندنا دبل انتجرال لاكس بلس واي دي اي، تمام، وبيقول لنا ان الريجن بتاعنا ما بين اكس سكوير بلس واي سكوير اقل من او بيساوي 16 والواي اكبر من او بيساوي 0، فاحنا بما اننا برضو لقينا اكس سكوير بلس واي سكوير يبقى احنا كده افضل لنا نحول لبولر. حلو. طيب يبقى احنا عندنا الدايره نص قطرها كام، 4، تمام. طيب الواي اكبر من او بيساوي 0، يبقى احنا مش محتاجين الريجن ده او ان احنا نعمل في الحته دي عشان هو بيقولك الواي اكبر من الزيرو، يبقى احنا لازم نبقى ايه في الربعين دول بس. فيبقى عندنا الار منين، من 0 ل 4 والثيتا من 0 لباي، تمام. ونقدر نحول برضو الار الاكس بتساوي ار كوزين ثيتا والواي بتساوي ار ساين ثيتا ونحلها. حلو. نيجي للمساله اللي بعد كده، بيقول لنا ان احنا برضو عندنا ايه، عندنا دايره بقى بس محصوره بين حاجتين 9
و25، يبقى كأن احنا عندنا دايرتين، واحدة نص القطر بتاعها 3 والتانية نص القطر بتاعها 5، ورسمناها بالشكل ده ليه؟ عشان هو بيقول ان الاكس اكبر من او بيساوي الزيرو، فاحنا مش عايزين ندخل في الحتة دي اللي فيها ايه الاكس بسالب، تمام. وبعد كده ايه قلنا الار، يبقى الار منين؟ من 3 لـ5، والثيتا من باي على 2، دي لسالب باي على 2، حلو. وبعد كده نحلها. نخش على السؤال الثالث، بيقول ان احنا عايزين نستخدم التشنج في الاوردر بتاع الدبل انتجريشن عشان نحل دول، اللي هو ايه؟ احنا عندنا مثلا الانتجريشن هنا دي واي دي اكس، فهو عايز تشنج الاوردر بتاعهم، عايزنا نخليها دي اكس دي واي. ليه؟ لان احنا لو جينا عملنا ساين واي تربيع دي واي الاول مش هنعرف نجيب لها حل، تمام. فاحنا عايزين نعمل نبدلهم عشان نعرف نحل المساله دي. فاحنا هنعمل ايه؟ المفروض ان احنا نروح نرسم الرينج بتاعنا او الدومين بتاعنا اللي هو ايه مش كونستانت، تمام. فاحنا عندنا ايه الواي بتساوي اكس والواي بتساوي 1. الواي بتساوي اكس اللي هو ايه معدل خط مستقيم، والواي بتساوي 1 اللي هو عند الواي بواحد بنعمل خط، تمام. فيبقى عندنا هو ده الريجون بتاعنا. احنا عايزين نبدل بين الاكس والواي، يبقى احنا عايزين الواي ككونستانت والاكس هي اللي تبقى ايه كايكويشن او فانكشنز، تمام. يبقى عندنا الاكس الواي هتبقى منين؟ من 0 لـ1، اوكي واضحه دي. طب والاكس؟ الاكس برضو عندنا من 0، من 0 لايه بقى؟ لواي اللي هو معادله الخط المستقيم ده، فيبقى عندنا من 0 لـ y، تمام. نقدر نعمل الانتجريشن. يبقى احنا كده هنبدا بالدي اكس دي واي ونعمل الانتجريشن بتاعنا عادي. هنعتبر الساين واي تربيع دي ككونستانت ونضيف قدامها اكس ونعوض عن الاكس دي بالقيم بتاعتها ونكمل، حلو. طيب عايزين عندنا حاجه تانية، عايزين برضو الانتجريشن من 0 لـ1 ومن 3 y لـ3 والاي اس اكس التربيع دي اكس دي واي. فاحنا برضو عايزين نستخدم الطريقه بتاعه ان احنا نبدل الدي واي مع الدي اكس. فاحنا هنروح نرسم مين؟ ال 3 y، يعني اكس بتساوي 3 y، تمام. يبقى برضو معادله خط مستقيم والاكس بتساوي 3 عند 3 وهنعمل ايه خط، فيبقى ده الريجون بتاعنا. يبقى احنا عايزين الاكس هي اللي تكون كونستانت والواي هي اللي تكون فانكشن في الاكس، فيبقى الاكس كونستانت هتبقى منين؟ من 0 لـ3. طب والواي هتبقى من الواي بتساوي 0 للواي بتساوي اكس على 3، عشان احنا عندنا ايه؟ عندنا 3 واي بتساوي الاكس، يبقى الاكس يبقى الواي ايكوال اكس على 3، تمام. هو ده اللي احنا عملناه هنا. فبقت عندنا الواي من 0 لـ x على 3 والاكس من 0 لـ3، حلو. نقدر نعمل الانتجريشن ونخلي مين اللي بره ومين اللي جوه، الواي هي اللي جوه والاكس هي اللي بره، تمام. نخش على السؤال اللي بعده، عايزنا برضو نعمل الانتجريشن بتاع جذر اكس تكعيب بلس 1، والانتجريشن عندنا من سالب واي لـ1، وعندنا مين؟ عايزين نبدل الانتجريشن من الدي اكس والدي واي، عايزين نخلي الدي واي الاول بعد كده الدي اكس، حلو. طيب احنا لازم نرسم مين؟ الاكس بتساوي جذر الواي اللي هي الواي بتساوي اكس سكوير، صح. لو احنا عندنا اكس بتساوي الواي صح الاكس بتساوي جذر الواي، يبقى الواي بتساوي ايه؟ اكس سكوير. طب احنا عارفين رسمة الاكس سكوير، صح؟ تبقى كده. طيب عندنا مين؟ وبعد كده بيقول ايه؟ وعندنا الاكس بتساوي 1، يبقى احنا عند الواحد وهنعمل الخط ده، يبقى عندنا الريجن بتاعنا هو ده، تمام. احنا عايزين الواي هي الفانكشن والاكس كونستانت، يبقى الاكس من 0 لـ1، تمام. والواي منين؟ من 0 برضو لكام؟ لهنا اللي هو الاكس سكوير،
تمام. بعد كده نعمل الانتجريشن بتاعنا عادي ونطلع القيمة بتاعتنا. عايزنا برضو نعمل الانتجريشن بتاع دي اكس تكعيب ساين واي تكعيب دي واي دي اكس، ومدينا ومدينا الحدود دي. طب احنا عندنا الواي هي فانكشن في الاكس، يبقى نقدر نرسمها. عندنا الواي بتساوي اكس تكعيب، نرسم رسمة الاكس تكعيب، والواي بتساوي واحد، يبقى احنا عند الواحد وهنعمل الخط ده. فبقى عندنا الريجن ده، فاحنا عايزين الاكس هي اللي تبقى متغير في الواي والواي كونستانت، فيبقى الواي عندنا من 0 ل 1 تمام، والاكس عندنا من 0 الاكس بتساوي جذر الواي، عشان احنا زي اللي فاتت بدل ما احنا عندنا الاكس تكعيب بتساوي واي، لا عندنا الواي بقى عندنا الاكس بقى بتساوي ايه؟ جذر الواي. تمام، ونحلها. بعد كده بيقول لك استخدم الدبل انتجريشن عشان نجيب الاريا بتاعه الريجن. عشان الاريا بتاعه الريجن هي ايه؟ الاريا بتساوي دي اي. جبناها منين؟ هتلاقوا الشرح بتاعها في المحاضرة، بس انا ممكن اقوله لكم ايه سريعا كده. لا احنا سوري، احنا المفروض بنرسم في 3 dimensions، او ممكن نقول ان احنا عندنا هنا 2 dimensions بس. خلينا نرسمها في 3 3 dimensions ماشي. فاحنا لو عندنا الشكل بتاعنا كده وعملنا له اسقاط هنا ماشي، فاحنا يبقى عندنا ايه؟ الشكل ده حلو. فالدي اي دي هي اللي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن الدي اكس اللي هو السلايس دي مثلا، لو اخدنا سلايس كده، والدي واي اللي هي المفروض سلايس كده تمام. فلما نضرب الدي اكس في الدي واي اللي هي هتدينا الايه؟ الدي اي اللي هي الاريا المساحه، صح؟ مش المساحه بتساوي الاكس في الواي، او الدي اكس هنا بقى في الدي واي. يبقى احنا عندنا ايه؟ المساحه بتاعتنا دي اكس دي واي. حلو. يبقى هو لما يقول لك احسب الاريا، يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنضرب دي اكس في دي واي تمام. وبيقول لك ان هي باوندد باي ايه؟ الواي تربيع بتساوي الاكس، والاكس ناقص واي بتساوي 2. طيب الاكس بتساوي واي تربيع، رسمه الاكس بتساوي واي تربيع هي كده كده ماشي، زي ما كنا بنعمل الاكس تربيع كده، لا الواي تربيع بنعملها كده. حلو. وكمان ايه بيقول ايه؟ ان الاكس ناقص واي بتساوي 2، يعني الاكس بتساوي واي بلس 2. فاحنا هنعمل ايه؟ خط مستقيم، معادلة خط مستقيم، ممكن نقول ان هي هنا مثلا تمام. فبقى عندنا ايه؟ عندنا الريجن ده، هو ده الايه؟ الريجن اللي احنا هنشتغل عليه. فنيجي نشوف هنا في المسألة، عندنا الاكس هتبقى منين لفين؟ الاكس هتبقى من الليفت للرايت. طب هي باوندد باي ايه؟ باي تو كيرفز، يبقى احنا لازم نعمل الحدود بتاعتها هي تو كيرفز. الاكس بتساوي واي تربيع، والاكس بتساوي واي بلس 2. حلو. طب الواي، الواي عندنا من سالب واحد لاتنين. حلو. يبقى احنا عندنا مين الكونستانت؟ الواي. يبقى الواي هي اللي بره، دي واي هي اللي بره، والدي اكس هي اللي ايه؟ اللي جوه تمام. بعد كده نعمل الانتجريشن بتاعنا ونحلها. طيب تاني حاجة بيقول لك ان احنا عندنا الواي بتساوي جذر الاكس، عايز برضو الاريا، بس الواي هنا بتساوي جذر الاكس، والواي بتساوي زيرو، والاكس بتساوي واحد. نرسم الاول الواي بتساوي جذر الاكس، احنا عارفين رسمة الجذر الاكس اللي هي كده. طيب الواي بتساوي زيرو يبقى ده تمام، والاكس بتساوي واحد ده، يبقى احنا عندنا الريجن بتاعنا هو الحتة دي. حلو. طيب
الحدود بتاعت الاكس منين؟ من 0 ل 1. انما الواي هي اللي هتبقى ايه؟ فانكشن في الاكس. حلو، فهيبقى الواي من 0 لحد ايه؟ جذر الاكس، from lower to upper، from left to right. حلو، فمش هنعمل بقى دي اكس دي واي، لا هنكتبها دي واي دي اكس، عشان الاكس هي اللي كونستنت والواي هي اللي ايه؟ متغير. تمام، لحد هنا احنا كده خلصنا الاربع اسئله اللي انا قلت عليهم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ولو في حد عنده اي سؤال يبعتلي. البارت التاني هبعته لكم لما اخلصه، وبعد كده هبعت لكم الاسايمنت. شكرا.